بسم الله الرحمن الرحيم. من يومين فوجئنا بتصريح ناري للممثلة الكويتية حياة الفهد تدعو إلى أن يتم إخراج الوافدين من الكويت ورميهم في الصحراء، ولأن التصريح يحمل رمزية ودعوة عنصرية ربما يتبناها البعض، وجدت أن من المناسب التنويه للموضوع والتعليق عليه. تفضل. هم اللي قاعدين يحطمون الديرة، بس نملينا الحين. لو قالوا نمرض ما في مستشفيات، وعلى سبب ديالهم ما تبيهم احنا نفتلش فيهم. ما في قانون دولي يقول لك في الأزمات مفروض الناس تطلع؟ أطلعهم أقطهم برا، والله لو أقطهم بالبر. طبعا أنا بدي أوصل رسالة للسيدة حياة الفهد. سيدتي العزيزة، الوافد العربي في كل دول العالم العربي اللي بنطلق عليه احنا كما يطلق عليه إخواننا الكويتيين أنفسهم الوطن العربي، لا يستحقون أن نلقي بهم في الصحراء ولا نقطهم برا. الوافد العربي سواء كان أردني أو سوري أو مصري أو لبناني أو فلسطيني أو جزائري أو سوداني أو عراقي أو تونسي أو مغربي أو أي عربي كان أو حتى أجنبي، لما يتغرب فهو لا يتغرب عبثا، ولا يقبل أن يكون عالي على المكان الذي يقوده القدر إليه في أرض الله الواسعة. هذا الوافد بيحمل معاه علم أو حرفة أو مهارة يحتاجها المكان اللي استضافه رسميا، وإلا لم يوجد أساسا فيه. هذا الوافد حينما وفد إلى ما بعد الوطن قاصدا وطنا أرحب وأوسع، ترك وراءه أم أو أب في أواخر العمر بدعوله كل يوم وبنتظروا عودته كل يوم، وفي حالات كثيرة حين يعود يكون أول ما يقصده هو قبورهم بعد أن اختارهم الله لجواره. هذا الوافد ترك وراه أطفال يكبرون بلا أب يرعاهم ويظلهم بظله، بينما هو يسعى تحت لهيب شمس الاغتراب الحارقة، يعيش بعيدا عن أجمل سنين عمرهم، ويعمل كل يوم دافع الوحيد هو أمل اللقاء بهم، يفتقد كل يوم أن يضم أطفاله ويلاعبهم ويربيهم ويراهم يكبروا، يعمل كل يوم وهو مؤمن أن بعده عنهم سيقربهم من غد أجمل. هذا الوافد يضرب في الأرض كما أمره الله بكرامة ورجولة وشرف، لا يسرق ولا يتسول، بل يكتفي بما يسد رمق الأقرب منه لكي يبقوا على قيد الكرامة. هذا العربي الموجود في حما أي دولة عربية هو جزء لا يتجزأ منها، شاء من شاء وأبى من أبى، وهو منها في سنوات الرخاء كما هو منها في سنوات الابتلاء. طلعي حواليك وراح تشوفيهم أطباء وممرضين وصيادلة ومعلمين وإداريين وحرفيين ومهنيين وغيرها من المهن الشريفة التي فقط بها تصمد البشرية وتواجه ما قدر الله لها من ابتلاء. أيتها السيدة التي دخلت بيوت العرب واستقبلتها القلوب والضمائر وقبلت فنها وأحبته وأحبتك، أنت اليوم وبهذه المداخلة لا تمثلين الكويتيين الأحرار اللي لهم في كل مقام موقف مشرف، ولا تمثلين دولة الكويت الأبية العزيزة اللي لها في كل ضمير وقلب ووجدان كل عربي الكثير الكثير الذي لن تمحوه ولن تشوهه مداخلة هاتفية خائفة مرتبكة ربما تنكرينها أنت قبلنا جميعا، لتبقين كما عهدناك على اسمك داعية للحياة لا للموت. كل الحب والتقدير للشرفاء من العمال الوافد العربية أينما كانت، وكل الاحترام والتقدير للشرفاء الكويتيين وشرفاء مواطني دول الاغتراب جميعا، وحماكم الله جميعا وعافاكم، إنه سميع مجيب الدعاء، ويعطيكم جميعا ألف عافية.